يوم ممكن يمر على البعض كأي يوم عادي، بس أكيد عندنا مو عادي أبدا. 27 مثل هاليوم من 28 سنة فتحت عيوني على هالدنيا، وكانت طفلة ذكية مرحة وبتزرع الضحكة بين الناس، ونعرفت إنها شقية شوي. عمر كتير صغير اكتشفت موهبته، وكان لوالدها الفضل الكبير تعليم العزف على العود من عمر 6 سنين، ولخالتها معلمة الموسيقى اللي دعمت موهبته وطورت لهاي. وقفت على المسرح بعمر 7 سنين وغنت يا ست الحباب، غنتها منتهى الروعة. مرت هالأيام والطفلة كبرت وصارت صبية، تزيد تطوير موهبتها درست بالكونسرفاتوار بإيطاليا وتمكنت من صوتها أكتر وأكتر. وضعت صوتها على عدة تترات لمسلسلات، منها الولادة من الخسرة والأميمي وبيت عامر التي حققوا نجاحات كبيرة. فالروحة قدمت على الخطوة الأولى الجدية بعالم الفن لما تقدمت للمشاركة ببرنامج أرب آيدل، وهون بلشت حكايتنا من أول لحظة من تجارب الأداء من غنية افرح يا قلبي اللي أدتها بمهارة وإتقان وإحساس كتير عالي. افرح يا قلبي، صار عندك هيك صوت سلطان عليه، وبأول إطلالة على المسرح دخلت بثقة عالية، حامل المسؤولية بكل جدية ومقامدة بموهبتها وبالشي اللي عم تقدمه للناس، وضربتنا بأغنية مدام تحب بتنكر لي. يومها لجنة الحكم قالت انه صوت فرح بذكرهم بالياسمين الشامي الحلو يلي كل الناس بتحب الياسمين بتحب الشام حتى فرح. طبعا لفظ الشامي هتز في خلقي. كل مرة كانت تغني فرح كانت تاخدنا بصوتها لعالم تاني مثل الحلم. حبيب قلبي حبيب قلبي وفاني في معاد ونوّن بعد. كل أغنية بتأديها كانت أشبه بالتحدي، وطبعا هيك صوت قد التحدي وما بينقلوا إلا عن جد يا بدع صوتك يا فرح. بدع الورد يا جمال الورد من سحر الوصف أنوع الخد الورد الورد يا جمال. خلص البرنامج وكان شعبية فرح كبيرة جدا، ومع انتهائه إجا وقت الحفلات. كان أولها حفل المغرب ودبي والجزائر والأردن، والتور الكبير يلي عملته بأمريكا. محبين من كل الوطن العربي وبلاد الاختراق، طبعا انا من هالمحبين اللي تابعوا وسمعوا صوتها بكل لحظة غنت وابدعت فيها، وسببها تعرفت على ناس ما في اطيب من قلبي، حتى اني التقيت بالبعض وصرنا رفقة. بتشكر كتير فرحة انه عرفتيني على هيك ناس، هني صاروا من اعلى الناس على قلبي. لسه مكملين لنجتمع كلنا على ارض الواقع مثل ما جمعنا صوتها وعرفنا على بعض، ومن الناحية الشخصية هي إنسانة قلبها طيب ومهضومة كتير ومثقفة جدا، وما بتفوت فرصة لتعطي النصايح وتقدم لنا الدعم. طول بتذكرني إنه حلمي بقدر حققه بشوية إرادة وتصميم،
وانه انا بقدر اكون مثل ما بدي ومثل ما بحلم صير وما خلي شيء يأثر علي. وانا مثلا كثير انبسطت لما باركت لي بولادتي ببنتي وقديش فرحت لي. وعلى فكره بنتي شام طال على امها ما بتسلطن الا على صوتها، يعني فينا نعتبرها اصغر فرحانيه. حفله السويدة كانت اول حفله لها بسوريا. كنت كثير متحمسه لاشوفها واسمعها. اول ما طلت رحت لعندها وسلمت عليها، كانت كثير لطيفه معي وشخصيتها كثير حلوه. طبعا الحفله كانت بتجنن. ان شاء الله نلتقي قريبا مره جديده. ماني كان حلمي التقي بصاحبه الصوت الملك. قالوا لي حلمك صعب بس تواضعها كان اكبر. استقبلتنا ببيتها بالحب اللي وافيها فيها الصوت وهالاحساس. استقبلتنا بالضحكه اللي من وقتها ما عرفنا ننساها. بأول سنة 2016 فرح أطلقت أول أغنية إلها بعنوان لحظة رجوعك، يلي من اسمها بيبين الشوق والحنين والانتظار للحبيب للوطن وللذكريات والأمل بالرجوع. بمنتصف سنة 2016 كانت الأغنية الثانية حياتي لمين، اللي بتأكد إخلاصها للحبيب وحبها الشديد إله. بعدها طوالت أعمالها الغنائية من أغنية مهدات لكل الأمهات بعنوان ماما لأغنية تاني وكان آخرها أغنية عزاء قلب. ليلي يا عزاء قلبك حبيبي عزيني. بتقلبي كبرت سنة كل عام وهي حب الهني. فالروحة صمصومة القلب، الله يوفقك بحياتك وشوفك محل ما بتتمني، والفرح دايما دائق بابك. عن جد شو ما حكيت عنك قليل، بس لازم تعرفي انك غالية علينا كتير. شو ما صار تأكدي رح تلاقينا حدك وحواليك. ما رح قلك هيدي النهاية لان هيك صوت ما بيلبق له الا الاستمرارية، ما بيلبق له الا النجاح، ما بيلبق له إلا ينحب. ونحنا منحبك قد الدنيا.